تتميز فلسطين بموقع استراتيجي متوسط بين القارات مما اعطاها طابع فريد ميزها عن دول كثيره حول العالم الحياه البريه في فلسطين هو موضوع حلقتنا لهذا الاسبوع رح نتناول هذا الموضوع من خلال عده محاور مفهوم التنوع الحيوي ومساهمته في الحفاظ على التميز البيئي والحياة البرية في فلسطين وأهم البيئات والنظم النباتية وما هي المخاطر اللي بتواجه الحياة البرية والنباتية وأخيرا مشاهدينا دور سلطة جودة البيئة في الحفاظ على التنوع الحيوي الفلسطيني إذا مشاهدين رحبوا معي بضيفي بالاستديو الأستاذ محمد محاسنة مدير دائرة التنوع الحيوي في سلطة جودة البيئة أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد بداية مشاهدينا خلينا نتابع هذا التقرير ونعود لمناقشة أهم محاور حلقتنا <Oliver> احنا الان موجودين في شمال كره شمال غرب رام الله اللي هي قريه بيتلو وهذه المحميه موجوده في الواد اللي قبل ما الانسان يتوجه من دير نظام ويطلع على بيتله موجوده في هذا الوادي على امتداد هذا الوادي ومثل ما كنا له الاسماء جناتا بيتله وادي الزرقة وهذه المحميه بتمتاز او خلينا نقول فيها منها جزئين في جزء موجود فيه شجر صنوبر تم تسجيله على زمن الاردن والجزء الاخر هو محميه طبيعيه ما يوجد لا يوجد فيه اشجار صنوبر او اشجار داخلية كلها نباتات طبيعيه بين الجبال موجود في عندنا ينابيع مي عده ينابيع من عين الزرقاء لعين الطويص لعين الجرب عده عيون على امتداد هذا الوادي تمتاز محميه بالتنوع النباتي الهائل من حيث سواء الأشجار والشجيرات أو حتى النباتات اللي هي الحولية بالإضافة لإشي مهم نباتات مائية في عندنا إشي مهم في المحمية موجود اللي هو نباتات طبية وعطرية بالإضافة بيتلو موجود العديد من اللي هي الحيوانات العديد من الطيور وتشكل متنفس طبيعي للناس اللي موجودين في سكان المنطقة طرق المحافظة على المحمية أول شيء إعمار المحمية من قبل الفلسطينيين الإشي الآخر ضروري التوعية بصفة عامة كيف يتصرفوا ما يقطعوش ما يخلعوش يحافظوا في المسار المخصص لزيارة أي أي محمية طبعا إحنا ضروري جدا في هذه الجولة مثل ما إحنا كنا النزول البيت اللي موجود اللي هو عنوان الصمود في هذه المنطقة الراجل هو الأخ زياد. مساحة هذه المحمية بالضبط يعني 271 دونم ونص هذا طبعا مساحة جديدة للطاب وللتسوية طفولتي أحلى أيام حياتي عشت بهاي الأرض أنا طبعا وإحنا صغار بكنام مقضيينها على هاي المنطقة جميعها كانت غنية بالمي لدرجة البيت هذا تقريبا من ال... بتحكي عن الستينات هذا البيت ما قبل إحنا ما كنا ساكنين في البيت الإكبال وهذاك لولا لو وجود هاي العيلة وكمان عيلة موجودة يعني يعني من من الثلاثينات خلينا نقول أو ما قبل وما زالوا موجودين قطعان المستوطنين ما زالوا لهذه اللحظة طبعا وخاصة بأعياد إلهم طبعا بيجب كثرب. مهما بكت من كلة أي خدمات من كلة مش رح نتركها يعني مش رح نستنى إنه يجيب خدمات أو ما يجيب خدمات إحنا من طالب ويا ما طالبنا إنها تيجي الخدمات تيجي البنية التحتية الكهرباء المي التلفون تصير زيها زي أي قرية عادية موجودة في في هال في هالوطن ويعني إحنا ثابتين فيها بمي وبدون مي بكهرباء وبدون كهرباء مش رح نتزحزح منها بإذن الله بكم مشاهدينا الكرام من جديد وبرحب مرة أخرى بضيفي الأستاذ محمد محسن بالبداية يعني أستاذ محمد ماذا نعني بالتنوع الحيوي وكيف يتمثل في فلسطين؟ التنوع الحيوي يعني ببساطة هو تباين وتعدد أشكال الكائنات الحية على وجه الأرض نعم. بما يشمل الكائنات الحية من أصغرها ودقة تحت المجهر إلى أكبرها وبشمل الحياة الحيوانية وبشمل الحياة النباتية لكن في اتفاقيه ريو دي جينيرو عام 1992 عرفها المؤتمر الدولي للتنوع الحيوي في ضمن الاتفاقيه الدوليه للتنوع الحيوي على انه هو تباين اشكال الكائنات الحيه المستمده من جميع مصادرها بما فيها الكائنات الحيه المستمده من المصادر البريه والبيئات البحريه والمياه العذبه وكذلك التنوع داخل الانظمه البيئيه اللي بتعيش فيها هذه الكائنات الحيه. طبعا يعني فلسطين لها لها ميزه خاصه في هذا الموضوع وان شاء الله تعالى راح نحكي عنه هناك العديد من البيئات والنظم النباتية في فلسطين لو تحدثنا أستاذ عن أهم هذه البيئات وخصائص كل منها طبعا إحنا ما بنحكي عن فلسطين كل فلسطين في عنا مصنفة إلى أربع أقاليم أو بيئات جيونباتية نباتية يعني جغرافية نباتية البيئة الأكبر اللي بتشمل المساحة العظمى من مساحة فلسطين اللي هي البيئة البحر الأبيض المتوسط أو البحر المتوسط اللي هي بتشمل الغابات البلوطية الطبيعية اللي بيسود فيها نبات غابات البلوط والبطم الفلسطيني طبعا في أنواع أخرى سائدة بالإضافة للسريس وأنواع البطم الأخرى والقيقب والعبهر كل هذه الأنواع النوع الثاني بنسميه احنا اللي هي النظام او الاقليم الايراني الطوراني وهو شريط طبعا بيمتد في محاذاة المنطقة اللي هي أو إقليم البحر الأبيض المتوسط نعم. شريط ضيق بمتد... يعني بتميز بتنوع النباتات اللي اللي بسود فيها اللي هو نبات الرتم والعجرام وفي أنواع أخرى من العناب والإثل نعم. فهذه الأنواع اللي بتسيد النوع الثالث اللي هو إقليم البيئة الصحراوية العربية اللي هو بمثل يعني آه. مساحة كبيرة من فلسطين اللي بتمثل اللي هي صحراء النقب آه. آه اللي طبعا ما بتزيدش معدل الأمطار فيها عن خمسين مليمتر خمسين مليمتر طبعا وبتكون التجمعات النباتية متركزة في الأودية ومجاري الأنهار والمياه والسيول آه وبتشمل نباتات قزمية وبعض أنواع الشجيرات والأشجار. ويسود فيها اكثر شيء اللي هو نباتات الاكاسيا او الصنط او السمر بسموه والمليح الى اخره <applause> النظام الرابع والاقليم الرابع اللي هو اقليم بسموه التغلغل السوداني اللي بيشمل وادي عربه ووادي الاردن ومنطقه البحر الميت طبعا وهذا طبعا المعدل سقوط الامطار فيه من 150 الى 300 ملم تقريبا لانه شبيه بالبيئات المداريه الاستوائيه الحاره وبتسود فيه اللي هي نباتات السدر ونباتات اللي هي بلح البحر الميت او الدوم والاراك وانواع ما شابه مثل هذه الانواع، هذه الاربع اقاليم نباتيه راسيه، لكن الضفه الغربيه وقطاع غزه بقسموها الى مناطق جيو مناخية بقسموها الى خمس مناطق، منطقه السهل الساحلي منطقه السهل الساحل الساحل الساحليه اللي هي غزه والمناطق اللي الشبه الساحليه منطقه شمال جنين وطول كرم. وخاصة منطقة الوسال مرج بن عامر وفي عنا منطقة السفوح الشرقية اللي بتمثل من جنوب أقصى جنوب الخليل إلى الشمال هذه المناطق المطلة أو السفوح المطلة على البحر الميت والأغوار وفي عنا المرتفعات الجبلية الوسطى اللي هي بتمتد من جنين إلى أقصى جنوب الخليل إلى الظهرية اللي من ضمن إقليم البحر المتوسط يعني هذه هي الأقاليم الرئيسية المتواجدة عندنا هذه المناطق الفلسطينية المصنفة بتنوعها الحيوي آه، هذه المناطق كاقاليم مصنفه كاقاليم كانظمه بيئيه لكن الـ الـ يوجد بها مناطق ذات تنوع حيوي هام كثير بما يشمل محميات طبيعيه ومناطق تنوع حيوي او مناطق محميه كم يبلغ عدد المحميات الطبيعيه في فلسطين آه، عندنا في الضفه الغربيه وقطاع غزه في عندنا حوالي 51 محميه طبيعيه واحده في غزه اللي هي وادي غزه اللي للاسف تم تدميره من قبل إسرائيل لما سحبوا وفجروا هو خزان المياه المجاري وبحاجه الى اعاده تاهيل من جديد وفي عندنا في الضفه الغربيه 50 محميه طبيعيه طبعا معظمها متركزه في مناطق السفوح الشرقيه المطله على البحر الميت والاغوار وللاسف هي لا تزال تحت السيطره الاسرائيليه بشكل شبه كامل يعني لو تحدثنا استاذ محمد عن دور سلطه جوده البيئه في حمايه هذه المحميات الطبيعيه والله احنا في سلطه جوده البيئه يعني حقيقه ما بنقلوا جهدا انه احنا نحاول انه نطور المحميات نحميها نحافظ عليها نوعي الناس فيها باهميتها كونها ان هي الرئه والمتنفس اللي بتتنفس منه الشعب الفلسطيني وبالتالي بتعمل على التاقلم والتكيف مع التغيرات المناخيه الحاده اللي بتاثر على الناس لانه بنعرف شو دور الغابات والنباتات في امتصاص ثاني اكسيد الكربون واعطاء الاكسجين وبالتالي العمل على اتزان البيئه والتخلص من الملوثات بالاضافه للمحافظه على الحياه البريه بشكل عام الحيوانات البريه بشكل عام أه يعني هذه البيئات لها, لها دور اساسي أه سلطه جوده البيئه طبعا بتركز على عمليه التوعيه عملية التوعية للجماهير الفلسطينية بأهمية المحمية الطبيعية المحافظة عليها وعدم تلويثها وعدم قطع الأشجار وعدم الرعي وعدم الحرائق والنفيات بالإضافة لتعاوننا مع المؤسسات ذات العلاقة على رأس وزارة الزراعة اللي لها بعض الطوافين في بعض المحميات الطبيعية اللي احنا إن يعني نوع من الإدارة فيها والسيطرة عليها كنوع من الحراسة والحماية وعملنا عدة مشاريع في المحميات الطبيعية مثلا عملنا أول خطة إدارية لمحمية وادي القف اللي هي تعتبر رئة الخليل لكن للاسف لم نطبق هذه المحميه على ارض الواقع بشكل يعني ولو بسيط لانه ما في الها ميزانيه لتطبيقها، بنحاول قدر الامكان بالتعاون مع الزراعه ومع المؤسسات الاخرى نطبق اجزاء منها. في عندنا برضو عملنا خطه اداريه لمحميه اللي هي وادي الزرقاء او اللي هي الهاشمي بيسموها او وادي جناتا اللي هي بيتلو. وان شاء الله تعالى يعني راح عن قريب تكون منتهيه بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقه. نعم. بالاضافه لعملنا كمان مسح ودراسة أولية للمحميات الطبيعية في الضفة الغربية وخاصة المحميات اللي سلمت للسلطة اللي عددها حوالي 19 محمية بالإضافة إلى سبع محميات أخرى في عام 2010 بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة حتى نشوف احنا شو التصنيف العالمي إلها وبالتالي شو المشاريع والأولويات اللي احنا لازم نطبقها في هذه المحميات للمحافظة على التنوع الحيوي وصونه واستدامته حدثنا أستاذ محمد عن أهمية وأهم هذه المحميات الطبيعية في فلسطين يعني أين تقع مكان توجد يعني, يعني أنا زي ما ذكرت المحميات الطبيعية معظمها تقع جهة السفوح الشرقية المطلة على البحر الميت نعم. ولا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية لكن إحنا إن يعني إن نقول نوع من الوصول أو التمكن من تنفيذ بعض المشاريع في بعض المحميات يعني مثلًا محمية وادي القف من من أكبر المحميات الطبيعية بنفذ فيها بعض المشاريع بالتعاون مع اللي هو مرفق البيئة العالمي اسمه الجراند بروجكت. <applause> آه وفي عندنا محمية آه أم الريحان اللي معظمها بتلعها الجدار داخل داخل الجدار آه وبقي طبعا المقايا المناطق المحيطه فيها وهي من يعني من اجمل وافضل المحميات الطبيعيه في الضفه الغربيه، في عندنا محميه اللي هي الهاشمي او بيتلو او وادي جنات اللي احنا معتمدينها. محميه طبيعيه تعتبر متنزه وطني ومتنفس للناس بشكل عام. ومعظم هذه المحميات يعني بحاجه الى مشاريع تطويريه وصيانه واعاده دراسه وتقييم حتى فعلا انه نقوم بالمحافظه على الانواع الموجوده فيها لأن معظم الانواع الحيوانيه من طيور ونباتات وحيوانات بريه ثدية الى اخره تتركز في المحميات الطبيعيه لانه هي الملجا الاخير الملاذ الاخير لها نتيجه نعم. انتشار المعسكرات التدريب الاسرائيلي والسيطره الاسرائيليه والمستوطنات والطرق الالتفافيه اللي بتقطع اوصال المحميات الطبيعيه والانظمه البيئيه يعني استاذ محمد اكيد في مخاطر للمحميات الطبيعيه في فلسطين خصوصا انه احنا بنعاني من وجود الاحتلال الاسرائيلي فلو تحدثنا عن هذه المخاطر يعني صحيح انه الاحتلال هو يعني اس واساس المشاكل كلها اللي احنا بنعاني منها نعم. إيه وبتمثل إيه مخاطر وتهديداته لبيئتنا الفلسطينيه وعلى راسها الموضوع التنوع الحيوي والغابات والمحميات من خلال السياسات اللي مصادره الاراضي تجريف تجريف الغطاء النباتي وبكون تركيزهم في هذه المناطق على مناطق اللي, اللي تعتبر اراضي دوله ومصنف اراضي دوله ومناطق الغابات الطبيعيه ومناطق الحراج <applause> فهم بيقوموا بتجريف الغابات هذه وانشاء مستوطنات في البدايه بنشؤوا نقطه عسكريه بعدين بيحولوها الى مستوطنات يعني هذا هو يعتبر العدو الاكبر اكبر مثال على ذلك اللي هو وادي قانا اجمل واكبر محميه طبيعيه في الضفه الغربيه على طول امتداد وادي قانا حوالي 13 كيلومتر على سفوح الجبال من اليمين وشمال كلها مستوطنات حوالي 13 مستوطنه اسرائيليه جرفوا اللي هي رؤوس الجبال كلها من الغطاء النباتي واطلقوا مياه المجاري في الاوديه وبالتالي عملوا على تدمير البيئه الطبيعيه بالاضافه مياه المجاري اللي بيطلقوها نعم. في المحميه الطبيعيه الطرق الالتفافيه كمان غير انشاء المستوطنات الجدار الفصل العنصري اللي انشاوه وبالتالي يعني عمل على تقطيع اوصال الانظمه البيئيه وتدمير البيئات الطبيعيه وهذا ساهم في تهديد الكثير من الانواع النباتيه والحيوانيه وانقراض بعضها وخاصة التهديد الأكبر على الحياة البرية الحيوانية لأنه بنعرف الحيوانات البرية عشائر فبتنتقل الافراد العشائر بحثا عن الغذاء وبحثا عن التزاوج مسافات طويله، فبالتالي الجدار عمل على تقطيعها وتجزئتها وبالتالي تخريب اجزاء كثيره وتهديد انواع كثيره من هذه الانواع، هذا عدا عن التلوث بكافه اشكاله من المنتجات المستوطنات اللي ومخلفاتها اللي بتعملوا على انه اراضي الضفه الغربيه هي عباره عن مكب للمستوطنات والنفايات الاسرائيليه. استاذ محمد خلينا نحكي عن اهم العائلات النباتيه الاصليه في فلسطين. نعم زي ما حكيت انا انه في عندنا فلسطين ارض مباركه غنيه بتنوع الحيوي بشكل كبير جدا رغم الصغر مساحتها مقارنة مع دول أخرى كبيرة ذات مساحة أضعاف مساحة فلسطين ففي عندنا حوالي 2860 نوع من النباتات البرية في فلسطين التاريخية ككل لو تعطينا أمثلة عليها شوي عندنا عندنا من العائلات العائلة أكبر عائلة موجودة في العائلات النباتية هي العائلة المركبة الكومبوزيتيف بسموها العائلة المركبة عندنا فيها يعني أعداد كبيرة جدا في عندنا العائلة الوردية في عندنا العائلة البلوطية طبعا اللي تتمثل في الغابات البلوطية في مناطق البحر المتوسط وفي عندنا العائله القرنفليه في عندنا العائله السوسنيه اللي بتشمل والعائله الاوركيدات او السحلبيات اللي تشمل معظم الانواع النباتيه النادره والمهدده بالانقراض والتي يجب المحافظه عليها وتعتبر يعني ارث وطني هام جدا يجب التركيز عليه لاهداف المحافظه في المستقبل. يعني طب. أنتم كسلطة جودة البيئة كيف بتحافظوا على هاي النباتات من عدم انقراضها أو؟ والله احنا يعني بن بنحاول يعني من خلال التشريعات في عنا قانون البيئة الفلسطيني نعم. وبنعد في قو... في لوائح تنفيذية له نعم. إيه وتوعية الناس عليه والمحاكم عليه والقضاء حتى أنه فعلاً إن الكل يقوم بواجبه بهذا المجال للمحافظة على التنوع الحيوي وضبط المخالفات البيئية وإحنا مؤخراً تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز الشرطة لإنشاء شرطة بيئية بتقوم بتعاون مع سلطة البيئة في حماية البيئة من المخالفات بما فيها طبعا حماية التنوع الحيوي وقطع الأشجار والصيد إلى آخره. فإحنا يعني بنركز النقطة الثانية بنركز على موضوع التوعية، التوعية العامة للجماهير الفلسطينية لأنه هذا تراث وطني يعني ثمين جدا. توارثنا عن أجدادنا ويجب أن إحنا نورثه لأبنائنا والأجيال القادمة وهذا أمانة في عناقنا فبالتالي احنا يعني بنقوم بالتركيز على التوعيه بشكل اساسي بالاضافه الى التشريعات والسياسات المعتمدة عندنا بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقه وتنفيذ بعض المشاريع طبعا احنا ما بننفذ مشاريع المشاريع دورنا رقابي اشرافي توجيهي نعم. بنركز على توجيه المؤسسات اللي لها علاقه بالموضوع حتى انها تقوم بواجبها في المحافظه على التنوع الحيوي نعم. الكبير اللي عندنا والمساهمه في نقله للاجيال القادمه كامانه ورثناها من اجدادنا يعني استاذ محمد في اخر سؤال لدينا ما هي خططكم المستقبليه في الحفاظ على الحياه البريه في فلسطين؟ طبعا عندنا احنا طموحات كثير ان شاء الله انها تتحقق ونتامل ان شاء الله انه يصير لنا يعني نخلص من الاحتلال الاجرامي البغيد بحقنا نعم. ويصير لنا سياده على مصادرنا وعلى ارضنا ومواردنا فمتى ما هذا الامر تحقق ان شاء الله تعالى احنا رايحين يعني ننشئ شبكه وطنيه للمحميات الطبيعيه وجزء منها طبعا راح يكون متنزهات وطنيه مفتوحه للسياحه البيئيه وللزوار وراح تكون لها دور كبير في الدخل القومي ونعاش المجتمعات المحليه المحيطه بالمحميات الطبيعيه هذا جزء اساسي عندنا كجزء من مشروع الانتاج والاستهلاك المستدامين فعملنا على مشروع تطوير السياحه البيئيه وضع معايير لها وشغالين عليه الان نحن بالاضافه الى تركيز على يعني الوصول لدرجه الوعي في قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفه الى نسبه 100% باقرب فتره ممكن من خلال التركيز على حملات التوعيه من خلال الاعلام والوسائل وال المقروءه والمسموعه والمكتوبه. نعم. بالاضافه الى التشريعات والقوانين اللي احنا قاعدين بنعمل على تحديثها ووضع اللوائح التنفيذيه لها والتعاون مع جهاز شرطه البيئه اللي تم انشاؤه حديثا. ان شاء الله تعالى تكون كل هالجهود الوطنيه بكافه مؤسسات وكافه الشركاء وكافه المواطنين لانه كل هذه امانه تعتبر في عنق كل مواطن فلسطيني انه يقوم بالمحافظه على بيئته وصيانه موارده من الاستنزاف وبالتالي يعني ما نكون احنا يعني ثقل على بيئتنا كما كان الاحتلال فإن شاء الله نكون احنا أمينين على بيئتنا وبالتالي نصونها ونحفظها للأجيال القادمة إن شاء الله القادمة. شكرا جزيلا لك <applause> الأستاذ محمد محاسنة مدير دائرة التنوع الحيوي في سلطة جودة البيئة وأكيد الشكر موصول للسادة المشاهدين إلى اللقاء